جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا لضرورته القصوى في هذه المرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس، بما يدعم الجهود ويسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. سعياً لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، تواصل مملكة البحرين جهودها في التصدي لفيروس كورونا بعزيمة لا تلين، فقد حققت المملكة تميزاً مشهوداً على المستوى الدولي في إدارة الظروف الصحية الاستثنائية، وحظيت بإشادة واسعة من دول العالم، حيث يواصل الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والتمريضية الصحية العمل ليلاً نهاراً لتجاوز الظروف الصحية الراهنة بعزيمة وثبات، وبما يمتاز به العاملون في الصفوف الأولية من دقة وصبر ومثابرة للتصدي للجائحة. هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال رفع وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي في مملكة البحرين، والتشجيع على أخذ التطعيم من خلال مختلف وسائل الإعلام وبتكاتف الجهات ذات العلاقة، كونها مرحلة هامة من مراحل التعامل مع الفيروس ومضاعفة الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.